مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سيرة عثمان، صحبة فضيلة الدكتور علي الصلابي. أهلا بك اليوم. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. وصلنا إلى أعظم مفاخر لذي النورين سيدنا عثمان رضي الله عنه، وهي جمع القرآن في مصحف واحد. أول ما يتبادر إلى ذهن المشاهد والمتابع لسيدنا عثمان، هل مسألة جمع القرآن كانت في عهده من يعني أول فكرة، أم مر ذلك مراحل سبقته؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، طبعا جمع القرآن مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، والمرحلة الثالثة في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت بالدليل القاطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن الذي ينزل عليه، وثبت أنه كان له كاتب وكتاب يكتبون الوحي، واشتهر منهم زيد بن ثابت بلقب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم لاختصاصه بكتابة الوحي. وبوب البخاري في كتابة فضائل القرآن الكريم باب كتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديثين. الأول طبعا لما نقول الإمام البخاري هذا صاحب أعظم مصنف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأدقها وأصحها، محمد إسماعيل البخاري، فتعتبر مرجعية كبرى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والثابتة. طبعا الأول إن أبا بكر رضي الله عنه قال لزيد بن ثابت: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدواءة والكتف أو الكتف أو الدواءة، باش يكتب بها الآيات التي نزلت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن في مكة أيضا، كتاب الوحي لديه. طبعا الخلفاء الراشدين كلهم كتاب، يعني سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يكتبون أيضا، وفي مجموعة من الصحابة من الصف الأول اشتهروا فيما بعد حتى بعد الفتح مكة، منهم معاوية فكان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب علوم القرآن كتبت من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإتقان لعلوم القرآن، مناهل العرفان، هذه الكتب متخصصة بسير كتاب الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي في مكة أيضا قبل الهجرة، وممن كتب له عبد الله بن سعد بن أبي الصبح، ثم ارتد ثم أسلم عام الفتح، تحدثنا عنه. وله في ذلك قصة مشهورة ذكرناها. والمعروف كما قلنا أن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا كتبا، فلعلهم كانوا يكتبون القرآن في مكة. ومما يدل على أن القرآن كان مكتوبا في مكة قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودخوله على أخته فاطمة وبيدها صحيفة مكتوب فيها سورة طه. وقد أعلم الله تعالى في القرآن الكريم بأنه أي القرآن مجموع في الصحف، في قوله: رسول من الله يتلو صحف مطهرة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن كله مكتوب يعني، لكن غير مجموع، يعني لكن هو مكتوب موجود في صدور الناس. هناك مجموعة من الحفظة، منهم زيد بن ثابت، منهم أبو بكر الصديق، منهم سيدنا عثمان، كثيرين يعني من الصحابة رضي الله عليهم. وكان أيضا فهذا في الصدور، محفوظ في الصدور. وأيضا كان مكتوب في اللخاف اللي هو رقاق الحجر، وفي العظام الرقيقة والجلود، هذه الأشياء، والجريدة النخل يكتب فيها أيضا، لكنه كان غير مجموع في موضع واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مكتوبا على العصب اللي هو جريد النخل، واللي خاف رقاق الأحجار الرقيقة يكتب عليها كان، وكان محفوظا في صدور الرجال. إذن بعد ذلك تم جمعه في عهد سيدنا أبو بكر
كمرحلة ثانية بعد الكتابة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو طبعا هو كان في كما قلنا احنا محفوظ في الكتاب ومحفوظ مكتوب يعني ومحفوظ في الصدور وفي الصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان جبريل يعرض القرآن على النبي كل عام عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ختم الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل قراءه مرتين على ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض الأحكام أو التلاوة، فلما انقضى النزول ألهم الله الخلفاء الراشدين وجمع الثاني في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يبقى المرحلة الأولى في جمع القرآن كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ في صدور الرجال وحفظ أيضا في الألواح وفي هذه الأشياء، ثم يأتي الجمع الثاني في عهد سيدنا أبو بكر، وطبعا له سبب هذا الجمع، فكان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثير من حفظة القرآن الكريم، ونتج عن ذلك أن قام أبو بكر الصديق بمشورة سيدنا عمر بن الخطاب بجمع القرآن، حيث جمع من الرقاق والعظام ومن صدور الرجال، وأسند هذه المهمة الصعبة إلى زيد بن ثابت الأنصاري، ويروي زيد بن ثابت بنفسه هذه القصة، قال بعث إلي أبو بكر رضي الله عنه لمقتل أهل اليمامة، لأنه كان مجموعة كبيرة من القضاة والحفظة استشهدوا في اليمامة مع سيدنا خالد لما كان يقاتل في مسيلمة الكذاب يعني. فإذا عمر بن الخطاب عنده كان موجود سيدنا عمر، قال أبو بكر رضي الله عنه أن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحض، يعني كثر وازداد القتل يوم اليمامة بقضاء القرآن، وإني أخشى أن يستحض القتل بالقضاء في مواطن أخرى متعددة كل فيذهب كثير من القرآن. هذا رأي سيدنا عمر لما رأى كثير من الحفظة يستشهدون، وخشي أن تكون في مواطن أخرى فيها جهاد ويستشهد فيها حفظة كتاب الله أن القرآن يذهب، وإني أرى هذا سيدنا عمر أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يناقش ويراجع الصديق حتى شرح الله صدري، قال سيدنا أبو بكر للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر وإنك رجل شاب، لزيد إنك رجل شاب وعاقل ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن، يعني مسؤولية عظيمة وشعر بثقل هذه المسؤولية، وقال والله لو كلفني وقال لي أنقل جبل من الجبال كان أخف علي من هذا التكليف إنه يجمع القرآن. فتتبعت القرآن من العصب اللي جريد النخل المكتوب فيها واللخاف الرقاق من الحجارة وصدور الرجال والرقاع والأكتاف، قال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، وكان يشترط في أي آية يجمعها يكون الشهود اثنين. ووجد الآية الكريمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عند أبو خزيمة الأنصاري، وما ما حصلش معه شاهد ثاني، لكن أبو خزيمة الأنصاري كان الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد له أن شهدت بشهادتين فقبلها منهم. سبحان الله. حتى خاتمة براءة، وكانت الصحف عند أبي بكر في الأول كتبت، أصبح طبعا الصور توقيفية، يعني بما معنى توقيفية يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بها جبريل وأعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الآيات بتاعت سورة البقرة ترتيبها توقيفي، وآل عمران كل الآيات، وأيضا الترتيب في القرآن الكريم يعني أن الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف هذا الأنفال التوبة يونس هود هذا كله توقيفي أي من عند الله بواسطة جبريل على النبي يعني صلى الله عليه وسلم. الترتيب الذي نشهده الآن هو نفس الترتيب أو نفس الترتيب اللي بين الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة عن طريق جبريل
من الله سبحانه وتعالى. طبعا المرحلة نواصل فضيلة الدكتور لكن بعد الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام صحبة الدكتور الفاضل علي الصلابي. إذن تحدثنا في مسألة جمع مراحل جمع القرآن الكريم، وأشرنا إلى مسألة أن ترتيب السور كانت يعني من عند الله سبحانه وتعالى يعني. أي صحيح، وطبعا حديث زيد اللي رواه في قصة جمع القرآن وكيف كلف سيدنا أبو بكر وكيف التقى بسيدنا عمر وكيف قال لو كان كلفني بجبل كان أخف علي من مسؤولية كبيرة، والتقى أبو خزيمة الأنصاري لكن كان مكتوبة عنده وكانوا شهادة بشهادتين، لكن طبعا كان محفوظ عند الصحابة رضوان الله عليهم، الآية موجودة في صدور الصحابة لكن ككتابة كانت موجودة عند أبو خزيمة الأنصاري. طبعا تكلم العلماء في الجمع الثاني قالوا أن جمع القرآن الكريم جاء نتيجة الخوف على ضياعه نظرا لموت العديد من القضاء في حروب الردة، وهذا يدل على أن القضاء والعلماء كانوا وقتئذ أسرع الناس إلى العمل والفداء والجهاد لرفع شأن الإسلام والمسلمين. يعني لا يجوز حبسهم أو الاحتباس لأجل علمهم، هم كانوا في الطلائع ويعني بأفكارهم وسلوكهم وسيوفهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، ينبغي الاقتداء بهم لكل من جاء بعدهم. فحفظت كتاب الله والعلماء كانوا في الصفوف وفي الطلائع التضحية والفداء في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إن جمع القرآن تم بناء على المصلحة المرسلة، وهذا طبعا في عند العلماء تحدثوا عن المصلحة المرسلة وأهميتها في اجتهاد العلماء والفقهاء، ولا أدل على ذلك من قول عمر لما قال سيدنا عمر لأبي بكر حين سأله كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المصلحة المرسلة لصالح الأمة هو الاجتهاد من القادة أو الزعماء أو الرؤساء أو المجتهدين في شيء لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه خير، وفي بعض الروايات إنه قال إنه والله خير ومصلحة للمسلمين، خير ومصلحة للمسلمين، وهو نفس ما أجاب به أبو بكر زيد بن ثابت يعني حين سأل نفس السؤال. وسواء صحة الرواية يعني التي جاء فيها لفظ المصلحة أو لم تصح، فإن التعبير بكلمة خير يفيد نفس المعنى يعني، وهو مصلحة المسلمين في جمع القرآن، لأنه الدستور هو المرجعية في العقائد، المرجعية في الأخلاق، المرجعية في السياسة، المرجعية في الاجتماع، المرجعية في كل شيء القرآن الكريم، يعني يبقى مبنيا على المصلحة المرسلة أول الأمر، ثم انعقد الإجماع على ذلك، كل الصحابة وافقوا على المشورة التي أشار بها عمر على أبي بكر، وسعي سيدنا أبو بكر بقية الصحابة ومجلس شورى كلهم وافقوا على هذا الاجتهاد وعلى هذه المصلحة. وبعد أن وافق الجميع بالإقرار الصريح أو الضمني، وهذا يدل على أن المصلحة المرسلة يصح أن تكون سندا للإجماع، يعني سندا بالنسبة إلى من يقول بحجيتها. طبعا هذه مسألة في علم الأصول اعتمدوا فيما يتعلق في كتب الأصول في المصلحة المرسلة من مثل هذه الاجتهادات الراشدية التي قام بها أبو بكر، وبعضها قام بها سيدنا عمر، بعضها عثمان وبعضها علي. أيضا من قصة زيد تحدث العلماء وقال اتضح من هذه الواقعة كيف كان الصحابة يجتهدون في جو من الهدوء ويسوده الود والاحترام، والهدف هو الوصول إلى ما يحقق الصالح العام لجميع المسلمين، وإنهم كانوا أيضا ينقادون إلى الرأي الصحيح يعني، وتنشرح قلوبهم له بعد الحوار والإقناع، فإذا اقتنعوا بالرأي دافعوا عنه كما لو كان رأيهم منذ البداية، وهذه ميزة لذلك الجيل يعني. وبهذه الروح أمكن انعقاد إجماعهم حول العديد من الأحكام الاجتهادية. فيشوف عمر يقترح على أبو بكر، أبو بكر يعترض، يحدث الجدال والنقاش والحوار، ثم ينظرون في المصلحة، وبعد ذلك يكونون ينفذون ما اتفقوا عليه.
طبعا تلاحظ أن المقومات الأساسية لزيد ابن ثابت للقيام بهذه المهمة يعني نرى أن سيدنا أبو بكر احترم التخصص، يعني ترى مثلا في الجيش جيوش خالد القائد الأعلى للقوات الإسلامية، هنا موضوع حضاري، موضوع علم، موضوع متعلق بالدستور بجمعه بترتيبه، فاختار شخص تتوفر فيه شروط إنجاز هذا العمل، ولهذا اختار أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت لهذه المهمة العظيمة، وذلك لأنه رأى فيه المقومات الأساسية للقيام بهذا الموضوع، كونه شابا حيث كان عمره 21 عام في تلك الفترة، فيكون أنشط لما يطلب منه، كونه أكثر تأهيلا يعني أو على إذ من وهبه الله عقلا راجحا فقد يسر الله له سبيل الخير. النقطة الثالثة كونه ثقة، لا نتهمك قال لا ثقة، فليس هو موضع للتهمة أصلا، فيكون عمله مقبولا وتفكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. كونه أيضا لديه خبرة سابقة، لما قال كونه كاتبا للوحي فهو بذلك ذو خبرة سابقة من في هذا الأمر وممارسة عملية، فليس غريبا عن هذا العمل ولا دخيلا عليه. فهذه المواصفات والمقومات اللي رآها سيدنا أبو بكر، ويضاف لذلك أنه أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بن كعب ومعاذ وزيد بن ثابت هذم مما وأبو زيد. وأما الطريقة التي اتبعها زيد في جمع القرآن فكان لا يثبت شيئا من القرآن إلا إذا كان مكتوبا يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحفوظا من أصحابه في الصدور، فكان لا يكتفي بالحفظ فقط دون الكتابة، خشي أن يكون في الحفظ خطأ أو وهم، وأيضا لم يقبل من أحد شيئا جاء به إلا إذا أتى معه شاهدان يشهدان أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من الوجوه يعني من القراءات التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من الوجوه التي نزل بها القرآن. وعلى هذا المنهج استمر زيد رضي الله عنه في جمع القرآن حذرا متثبتا مبالغا في الدقة والتحري رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر طيب هذا الجمع هو يتضمن فيه الكتابة، يعني بعد عملية الجمع تبدأ يكتب في مكان واحد، هذا اللي تم أن جمع بين الدفين في عهد سيدنا أبو بكر، وهذا تعتبر من أعظم أعمال سيدنا أبو بكر الصديق. نسميه الآن بالمصحف يعني. بالمصحف الكريم. أي. نعم. لكن هل الفرق بين المكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق؟ الفرق بين المكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كتب في عهد أبي بكر أن القرآن كان مكتوبا في العهد النبوي أصلا، بس كان مفرقا في الصحف والألواح والكرانيف وأدوات أخرى متعددة يعني، ولم تكن مجموعة صورة في خيط واحد منتظمة من الفاتحة إلى البقرة إلى آل عمران إلى النساء إلى المائدة إلى قل أعوذ برب الناس منتظمة هكذا. وأما الذي تم في أيام أبي بكر فهو كتابة القرآن في صحف، كل صورة أو صورة في صحيفة مرتبة آياته على ما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت مهمة زيد بن ثابت أن يكتب ما كان مكتوبا في العهد النبوي في صحف، وكل صورة في صحيفة مرتبة فيها الآيات ترتيبا توقيفيا، توقيفيا أي موقوفا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدهم هذه الآيات كيف تكون وأين توضع والترتيب ترتيبها. كل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش اجتهاد هذا الباب أصلا أبدا. يبقى هذه المرحلة الأولى، مرحلة جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين الصدور الرجال والحفظة وما بين الأدوات الموجودة في ذلك العصر. والمرحلة الثانية مرحلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كيف تم ترتيب ونظمها في مصحف واحد بإشراف العبقري وجامع هذا المشروع الحضاري الكبير زيد بن ثابت. المرحلة الثالثة في جمع القرآن في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. يعني ما الذي استدعى إلى أن نصل إلى هذه المرحلة التي قام بها سيدنا عثمان؟ طبعا بيّنت كتب الحديث هذه القصة، فعن أنس رضي الله عنه قال إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه، جاي من منطقة الفتوحات من المشرق وفي منطقة العراق يعني في من المناطق هذه، وكان يغازي أهل الشام أحيانا في فتح أرمينيا، يكون تعاون بين أهل الشام وأهل العراق في الغزوات في أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق،
وأهل العراق ذهبوا لهم مجموعة من الصحابة لهم قراءة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الشام أيضا لهم قراءة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا القراءتين صحيحتين يعني. لكن فرأى خلاف بين أهل الشام وبين أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. وحذيفة بن اليمان هو مختص في سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى أحاديث كثيرة عن الفتن وبأسماء المنافقين وبمعرفة الأشياء التي تتعلق بالشرور وبالفتن، كان مختص في هذه الأشياء. فرأى الخلاف بين أهل العراق وبين أهل الشام في القراءات، فخشي على الأمة الاختلاف وربما يصل لمثل اختلاف الفرق التي حدثت في اليهودية والنصرانية. فأتى إلى عثمان بحكم أنه هو الرئيس، هو الخليفة، هو الزعيم، هو القائد، هو المرجعية، وبجنب مجلس الشورى يعني، وأن هذه نازلة من النوازل وتحتاج تدخل الدولة ورئيسها لحسم هذا الخلاف وجمع الأمة على قراءة واحدة. فأرسل طبعا سيدنا عثمان شاور الصحابة رضوان الله عليهم وقال لهم وحذيفة يقول ابن اليمان، وبعد ما قلبوا الآراء والحديث رأوا أن يجمعوا كل الأمة على آخر ختمة ختمها النبي، ختمها القراءة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة جبريل في القراءتين مرتين آخر، وعلى لهجة ولغة قريش بحكم أن النبي من قريش يعني. فأرسل إلى حفصة، لأنه هو كان القرآن اللي كتبه في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في عند سيدنا أبو بكر، ثم عند سيدنا عمر، وبعد وفاة سيدنا عمر كان عند أم المؤمنين حفصة. يبدو هو المرجعية التي بنى عليها الجمع الأمة على قراءة واحدة هو المشروع الذي قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل إلى السيدة حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف يعني ننسخها في المصحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، وأمر زيد بن ثابت، اللجنة كان زيد موجود أيضا، وعبد الله بن الزبير أيضا، وسعيد بن العاص هذا قرشي طبعا، عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص قرشي، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي هذوم، فنسخوها في المصاحف هذه. وقال عثمان لهذه اللجنة المختصة للقرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوهم طبعا الصحف في المصاحف، رد عثمان رضي الله عنه الصحف إلى حفصة، فأرسل بعد ذلك إلى كل أفق من أفاق ومن المدن الرئيسية والتجمعات الولايات في تلك الفترة نسخة مما نسخه، وبما وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، وجمع الأمة كلها على قراءة واحدة وهي قراءة قريش أو لهجة قريش بالضبط أدق يعني. هذا الحديث يعني حديث أنس بن مالك عن حذيفة رضي الله عنه ورأيه في جمع الأمة على قراءة واحدة، واستشارة عثمان أيضا لبقية الصحابة، ثم الاستناد إلى مصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق واللي كانت النسخ موجودة عند السيدة حفصة وحفاظها. نعم. ثم شكل اللجنة كما قلنا اللي هم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، إن السبب الحامل لعثمان رضي الله عنه على جمع القرآن مع أنه كان مجموعا أصلا مرتبا في صحف أبي بكر الصديق، إنما هو اختلاف قراءة المسلمين في القراءة اختلافا أوشك أن يؤدي بهم إلى أخطر فتنة في كتاب الله عز وجل. نعم. كما قال ذلك حذيفة بن اليمان، والقرآن الكريم هو أصل الشريعة يعني، ودعامة الدين هو الأساس في بناء الأمة الاجتماعي والسياسي والخلقي، حتى أن بعضهم كان يقول لبعض إن قراءتي خير من قراءتك، فأفزع ذلك حذيفة لما وصلت لهذه المرحلة، ففزع به إلى الخليفة وإمامهم وطلب أن يدرك الأمر. يبقى تدخل الفتنة التي حدثت ورؤية حذيفة إلا لابد من حسم هذا الموضوع، هذه من الأسباب. أيضا هذا الحديث حديث أنس بن مالك فيما يتعلق بقصة حذيفة بن اليمان فيما أشار على سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال أن هذا الحديث الصحيح قاطع بأن القرآن الكريم كان مجموعا في صحف
ومنظوما في خيط واحد يعني. لأن أرسلوا للسيدة حفصة يعني، وقد اتفقت كلمة الأمة اتفاقا تاما على أن ما في تلك الصحف هو القرآن كما تلقته الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عرض على لما عرضوا على أمين الوحي جبريل عليه السلام. وأن تلك الصحف ظلت في رعاية الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقلت بعده كما قلنا إلى الخليفة الثاني عمر، ثم إلى بعد ذلك إلى حفصة. يبقى نلاحظ نحن أن أيضا سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه عقد مجلس شورى وطرح هذه المسألة، وتم فيها اتفاق من كافة الصحابة رضوان الله عليهم، حتى فيما يتعلق بعملية الجمع مرة أخرى وتوحيد الأمة على قراءة واحدة. طيب سنأتي إلى تفصيل ذلك فضيلة الشيخ دكتور علي الصلابي، ولكن بعد أو في الحلقة القادمة. بذلك مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة.